أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية. يواجه القادمون الجدد للولايات المتحدة الأمريكية صعوبات متعددة في إجراء انخراطهم في المجتمع الجديد، وربما يكون الحصول على رخص قيادة السيارات والهويات الشخصية أكثر هذه التحديات حدة. فنجد على سبيل المثال القادمين الجدد لاجئين ومهاجرين يتنقلون من مؤسسة عربية أمريكية إلى أخرى، يبحثون عن أجوبة شافية لكيفية حصولهم على هذه الوثائق التي هي بمثابة الخطوة الأولى في إجراءات مسيرة الحياة الأمريكية المنتجة لهم ولعائلتهم. ضيفي في حلقة هذا الأسبوع من هذا البرنامج هو الصديق جوزيف حتر، الذي خدم لسنوات طويلة مديرا لدائرة السير في مدينة ليفونيا، وشارك بجدية في برامج التوعية والتثقيف لأفراد الجاليات الأثنية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وفي ولاية ميشيغان بشكل خاص لسنوات طويلة. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وأرحب بالضيف الصديق جو حتر الذي هو معي بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك أستاذ جوزيف. شكرا أخو اليام، وتحية جميلة للمشاهدين الكرام، وسعت الله أوقاتكم. أنا أستاذ جوزيف، يعني كلنا كجالية أردنية تحديدا يعني أصابنا الحزن برحيل باغتيال الشهيد ناهض حتر وتشييع جثمانه يوم أمس الأربعاء في يعني احتفال جنائزي كبير شارك فيه كل الأطياف الأردنية بكل شرائح المجتمع. وأنا بعزيك شخصيا وبعزي عائلتك كونك ابن عمه، يعني وإحنا بنتمنى أنها تكون خاتمة الأحزان على الأردن وعلى العالم العربي. شكرا أخ ويليام. نعم، ناهض حتر قريب إلي، وتقريبا ترعرعنا في الصغر، ولي خبرات جمة معه. ناهض منذ نعامة أظفاره كان مولعا بالثقافة، وكان جادا في الحياة، فكبر فكره. فناهض كاتب ومناضل، كافح كل حياته من أجل أولا القضية الفلسطينية، كافح من أجل الأردن، كافح وكتب لإنهاء الفساد ودعم المقاومة العربية في المنطقة، وناضل كل حياته، سجن أكثر من مرة، تألم، ولكن كل هذا لم يردحه فأكمل المسير، وكانت أن دفع ثمنا غاليا من أجل أفكاره ومن أجل محبته للأردن وللمشرق العربي. نطلب له الرحمة، ونطلب العزاء لوالدته ولأخوته ولأخواته، ونطلب من الله العلي أن لا تذهب تضحيته صدى، وأن يكون لأغلى ما أعطى في الحياة أن يتم السلام في وطننا العزيز، وأن نرفع من قيمة مبادئنا وتفكيرنا في الحياة. شكرا جزيلا. وإحنا طبعا حزينين بشكل كبير جدا، لكن إحنا سنتحدث هذا اليوم عن موضوع حام وحيوي، اللي هو موضوع الوثائق التي تمنحها دائرة السير اللي هي Secretary of State في ولاية ميشيغان للقادمين الجدد. يعني أنا بداية أود أن
من خلال خبرتك وتجربتك ومعرفتك بدائرة السير أنه تعطينا لمحة موجزة عن دائرة السير، شو مهام دائرة السير، شو مسؤوليات دائرة السير، وشو الاستراتيجية اللي بتتبعها دائرة السير لتقديم الخدمات للناس. شكرا أخو اليا مرة أخرى، وكل تقديري إلى جهودك المستمرة لتقدم لأبناء الجالية العربية والكلدانية كل ما هو جديد وكل ما هو مهم للاستمرار بمطالب هذه الحياة من معاملات حكومية ومعاملات خاصة. في البداية أريد أن أقول أني لا أمثل اليوم مكتب دائرة السير أو السكرتي أوف ستيت بوصف رسمي، لأني تقاعدت منذ بضعة شهور بعد خدمة 27 سنة لاهتمام بأمور خاصة، لكن لا أبخل بخبرتي وبمعرفتي لأشارك ولتسهيل الأمور وتوضيح الأمور وتفسير الأمور ونختصر الطريق للمعاناة بتقديم المعاملات والإجراءات. أود أن أذكر أن الحقيقة بهذه في عصرنا الحاضر أن كثير من الأمور تغيرت في حياتنا، فلم تعد بسيطة ولم تعد سهلة مثل ما اعتمدناها. والحق يقال أن حوادث الحادي عشر من أيلول غيرت كثير من المنظومة الأمريكية، وأحد اليوم بموضوع رخص السياقة والهويات الشخصية. فلم تعد الهوية رخصة السياقة مجرد إثبات لسياقة السيارة، ولكنها أصبحت وثيقة تعريف من الدرجة الأولى التي تحمل اسم الشخص وتاريخ ميلاده وعنوانه. وهذه الوثيقة أصبحت مرتبطة بكثير من الأجهزة والدوائر الحكومية الفيدرالية والخاضعة في الولاية. فهذه الوثيقة لها أهمية كبيرة جدا، والكل منا يعرف أن تقريبا نتعامل بهذه الوثيقة على مستوى يومي في المحاكم، في المطار، في البنوك، في الدوائر الحكومية، في المعاملات الخاصة. وعلى هذا الأساس أريد أن أعطي توضيح مفصل بأهمية هذه الوثيقة. بما أنه أصبحت هذه الوثيقة تعتبر وثيقة فيدرالية ولكنها صادرة عن الولاية، فهذه الرخص السياقة أصبحت مرتبطة بين جميع الولايات، فلم يعد مثل ما اعتدنا في الماضي إذا حصلت على إجازة في ولاية ميشيغان ولاية أوهايو لا تعرف عنها شيء، فهذا أصبح غير صحيح. كل رخص السياقة والهويات الشخصية مرتبطة بجميع أنحاء الولايات المتحدة، ويحق لك القانون أن يكون معك أن تكون حاصل على إجازة سياقة واحدة في كل أنحاء أمريكا. إذا حضرت من ولاية أخرى وتريد أن تسكن وتعيش في ولاية ميشيغان، يجب أن تعلن أن معك أو حاصلا على رخصة سياقة من ولاية كاليفورنيا، ويتم تحويل هذه الإجازة من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية ميشيغان. يعني بالسابق قبل سبتمبر 11 كان أي شخص يحصل على هوية أو يحصل على رخصة قيادة السيارة بأي ولاية أو بأي مدينة أمريكية بالرغم من أنه موجود معه رخصة قيادة سيارة، مظبوط؟ نعم. هل اختلف الوضع؟ هل يحق للإنسان أو للشخص أن يحمل إما هوية شخصية أو رخصة سياقة، لا يحق للشخص أن يحمل الوثيقتين. وإما في وفي واحدة من الولايات فقط. يعني في ولاية ميشيغان لا يحق للشخص الذي يقود السيارة، الشخص المتقدم في السن، الحفاظ على هويته الشخصية. نعم. لا يحق له أبدا. ليش مثلا؟
لأنه أهمية الرخصة السياقة وأهمية الهوية الشخصية لها قيمة متساوية. لأنها هي عبارة عن تعريف للشخص. بالاسم وتاريخ الميلاد والعنوان. فإما أن تكون حاصلا على رخصة سياقة أو هوية شخصية. التعريف الشخصي. أنا بعرف من خلال عملي وعملنا في يعني السنوات السابقة إنه الكثير من العرب الأمريكيين والكلدان اللي بيجوا جديد خاصة على ولاية ميشيغان يعني يتنقلون من مكان إلى آخر، من مؤسسة عربية أمريكية أو كلدانية لمؤسسة أخرى لمكتب آخر، بحثا عن مساعدة للحصول على هذه الهوية أو الحصول على رخصة قيادة السيارة، ويواجهوا صعوبات. يعني بيجوا على مكتب السكرتيري أوف ستيت في أي بلد من بلدان الولاية بيقولوا لهم ما معك وثائق كاملة، هذا بكون جاي معه جواز السفر السوري أو الأردني أو الفلسطيني وما معه إلا جواز السفر وهويته اللي بنترجم له إياها، بصير معه وثيقتين. ما هي الوثائق المطلوبة حتى يعرف أكبر عدد ممكن من الناس اللي بيتابعونا للحصول على رخصة قيادة السيارة خاصة للقادم الجديد؟ ما هي هذه الوثائق؟ كما ذكرت أن الإجراءات تبدلت منذ 11 من أيلول سبتمبر. والمطلوب من كل شخص يريد الحصول على رخصة سياقة أو هوية شخصية أن يحضر 5 وثائق للحصول على هذه على إجازة السياقة. المطلب الأول هو إثبات الرقم ضماني الاجتماعي. فمن هنا يعني يفسر هذا الأمر أهمية ربط الهوية الشخصية أو الرخصة السياقة مع الحكومة الفيدرالية. إنه مش الاسم المهم بقدر أهمية النمبر السوشيال سيكوريتي نمبر. وأهمية السوشيال سيكوريتي كارد أو الرقم الضماني الاجتماعي أن يكون معلوماتك واضحة مع المكتب الفيدرالي. تهجئة الحروف على الاسم هذه مهمة جدا. هذه بعض الصعوبات ممكن أن تكون في مفارقة بالاسم بطبيعة الحال إنه الاسم يقرأ باللغة العربية، فلما يترجم ممكن تترجم بعض الحروف بطريقة أخرى، ولكن اللفظ يدل بالنسبة إلي أنا متكلم اللغة العربية أفهم إنه هذا الاسم هو واحد، لكن للشخص الذي لا يتكلم اللغة العربية حرف واحد ممكن يعني يختلف عليه الأمور. يختلف كيان هذا الشخص. مثلا أعطي مثال على ذلك، اسم سليم S-A-L-E-E-M، وأحيان كثيرة بحط الواحد سليم S-A-L-I-M. نعم. فمشكلة. نعم طبعا مشكلة. طبعا مشكلة. فهذه الوثيقة الأولى، وبشكل عام يقبل الكرت الأزرق الذي يصدر من دائرة الضمان الاجتماعي. وهناك وثائق أخرى تقبل، مثل وثيقة إذا بتشتغل بشركة وتأخذ pay stub، يعني ورقة مع دفع أجور رسمية وتحمل رقم الضمان الاجتماعي، هذه وثيقة تقبل بدل الكارت الأزرق. على الأستاذ جوزيف نحكي على الناس القادمين الجدد اللي بعدهم ما اشتغلوا واللي بهيئوا أنفسهم بالحالة هذه طبيعي. هو لا يجب أن يحضروا كارت ضمان الاجتماعي. ضمان الاجتماعي. الوثيقة الثانية المهمة جدا هو وثيقة إثبات الوضع القانوني في أمريكا، اللي هي الجرين كارد. الوضع القانوني هذا قانون ينطبق على جميع الأفراد حتى الأشخاص المولودين في هذا البلد. فإثبات الوضع القانوني يعني بمعنى آخر أو بكلام آخر تثبت أنك أنت أمريكا الجنسية. إما يكون معك وثيقة ميلاد، شهادة ميلاد أنك من مواليد أحد الولايات الأمريكية، أو يكون جواز سفر، الوثيقة المطلوبة للأشخاص القادمين منذ عهد قصير من الخارج أمريكا أن يكون معهم الجرين كارد. وهناك بعض الحالات التي نقبل فيها
التأشيرات، تأشيرات ليست زيارة لكن تأشيرات الطالب الذي معه عقد دراسة لمدة سنتين، فتأشيرة التأشيرة التي تدل على أنه طالب يسمح له القانون بالحصول على إجازة لتصريف أموره حتى ينهي دراسته بهذا البلد. وهذا الطالب تنطبق عليه كل الشروط اللي بتنطبق على حامل السيتيزن أو الجرين كارد. والوثيقة الثالثة، يجب أن تحضر وثيقة تثبت هويتك الشخصية خارج عن الجرين كارد وخارج عن السوشيال سيكوريتي، مثلا جواز السفر من البلد الذي حضرت منه، أو شهادة الزواج، أو أنك أنت مسجل رسمي بإحدى الجامعات إذا أنك طالب. لكن يجب أن تحضر وثيقة تثبت من أنت. والطلب الرابع هو أن تحضر وثيقتين لتثبت أين تسكن، عنوان. وهذه الوثائق يجب أن تكون من الوثائق اللي يعني ذات طابع له أهمية، مثل عقد الأجار، مثل فواتير الكهرباء أو الغاز، أن يكون معك الوثيقة البنكية الشهرية. يعني بمعنى ثاني، وثيقة صادرة عن مكتب رسمي أو شركة رسمية أو بنك رسمي ويحمل العنوان الذي تعيش فيه. فبالمختصر هناك خمس وثائق مطلوبة للحصول على الرخصة السياقة أو الهوية الشخصية: إثبات رقم الضمان الاجتماعي، إثبات الإقامة القانونية، إثبات الهوية الشخصية، وإثبات العنوان ومطلوب وثيقتين. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن دائرة السير Secretary of State تمنح شخص إذا كان معه فقط أربع وثائق، لازم يكونوا خمسة. في كثير من الأحوال، وخاصة كثير من الأشخاص يعانون إثبات الإقامة الشخصية أو العنوان. بظروف إن أنا عايش مع أهلي، حضرت مجددا لهذا البلد، أو ما أزال أعيش مع بعض أقاربي حتى أتمكن من العمل وإلى آخره. فهناك إعفاء من هذا المتطلب بأن تحضر مع الشخص الذي تعيش معه، وتقول إن هذا الشخص هو عمي أو أخي أو نسيبي أو بهذه القرابة القريبة. والشخص الذي تعيش معه يجب هو أن يحضر وثيقتين إن هو ساكن في هذا البيت، وهو يدل على أنه هذا المقدم للطلب هو ابن أخي أو أخي، وأنا أسمح له أن يستعمل العنوان في بيتي. على كل حال أستاذ جوزيف حتر، سنتابع الحديث معك ومع الإخوة المشاهدين بعد أن نأخذ فاصلا قصيرا. سنعود لحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل لمتابعة الحديث عن دائرة السير Secretary of State، الإجراءات المتبعة للحصول على الوثائق الرسمية المطلوبة من هذه الدائرة بعد هذا الفاصل الإعلاني، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا مرة أخرى، ونحن نتحدث في حلقة هذا الأسبوع من برنامج ضيف وقضية مع الأستاذ جوزيف حتر، نتحدث عن مهام ومسؤوليات دائرة السير في ولاية ميشيغان اللي هي Secretary of State، وكيفية الحصول على الوثائق التي توفرها هذه الدائرة للجميع المواطنين طبعا في الولاية، ومن ضمنهم الذين يأتون إلى الولايات المتحدة من دول شرق أوسطية وليس لديهم الوثائق الثبوتية التي تثبت شخصياتهم. أستاذ جوزيف حتر تحدث عن الخمس وثائق الأساسية التي بموجبها يحصل الشخص على رخصة القيادة أو الهوية الشخصية. نتابع الحديث مع الأستاذ جوزيف، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. أهلا وسهلا فيك أخ وليام. فتكلمنا في الدقائق الماضية عن المتطلبات حتى تبدأ معاملة رخصة السياقة أو الهوية الشخصية. فبعد أن يتم توثيق أو اعتماد هذه الوثائق الخمس،
الخطوة التالية هي أن تجتاز فحص النظر، وثم يجب أن تجتاز الفحص النظري الذي يتكون من 10 أسئلة بإشارات المرور و40 سؤال بالمعلومات النظرية. وأنا بشجع جداً أنه كل إنسان يحصل على الكتيب الموجود في دائرة المرور أو ممكن تنزيله على الإنترنت ومطالعة هذا الكتيب، وخاصة إشارات المرور، لأنه السياقة في أمريكا هي منتظمة جداً وتعتمد على معرفتك وتفهمك لإشارات المرور حتى لا يكون في نوع من عدم فهم هذه الإشارات مما تسبب الحوادث، لأن السائقين الآخرين يتوقعونك أنك تعرف هذه الإشارات ومن له الأولوية وماذا يجب أن تعمل وإلى آخره. بدي أسألك أستاذ جوزيف، متى يعني يخسر قانونا يخسر صاحب الرخصة هذه الرخصة، وكيف يمكن إعادتها أو الحصول عليها مرة؟ أريد أن أوضح إحدى المفاهيم لرخصة السياقة. رخصة السياقة في الولايات المتحدة هو امتياز وليس بحق. يعني بامتياز أن الحكومة الممثلة بالولاية والحكومة الفيدرالية يمنحوك الامتياز أن تسوق السيارة على الشوارع العامة ما دام أنت من ضمن القانون وتحترم المواطن الآخر وتهتم بسلامة المواطن الآخر وسلامتك. هذا هو أكبر مسؤولية للحكومات في أمريكا. إنه السياقة على الشوارع العامة هي مسؤولية الحكومة، تضمن السلامة والأمان للمواطنين، فهو امتياز. فإذا أنت لم تكن أهل لهذا الامتياز سوف تخسر هذا الامتياز، والجميع يعرف إنه هذا الامتياز مكلف جدا، لأن نحن بحاجة السيارات كوسيلة للتنقل للذهاب إلى العمل ولقضاء الحاجيات العادية. اليوم كل سائق أو كل إنسان في الولايات المتحدة حتى وفي العالم يتبع في منظومة معينة في الكمبيوتر، والكمبيوتر يحتفظ بركورد أو بملف مفصل عن كل واحد منا. فكل مرة تتوقف من الشرطة وتذهب إلى المحاكم يدخل ما عملته في ضمن الملف المختص بك، وهذا الملف يعطي تفاصيل عن طبيعة سواقتك والطريقة التي تسوق فيها والنقاط المتراكمة. فإذا ليش أعلى إشي يعني لازم الواحد يحصل، خاصة اللي بتوق لخسارة في طبعا حسب المخالفات، فهناك مخالفات تحمل نقطة أو نقطتين أو ثلاث، وهناك بعض المخالفات تحمل 6 نقاط مجموعين كلهم. إذا حصلت على 12 نقطة يتوجه لك إنذار بسحب الامتياز أو يكون امتياز مشروط. فإذا تعدت النقاط 12 تحرم من الإجازة. وحرمان الإجازة مكلف جدا وعملية مطولة حتى تستطيع أن تسترجع بعض الامتياز المحدد لتعود لتسوق السيارة. وقديش الفترة الزمنية عادة لأول مرة اللي بتتراكم عليه النقاط ل 12 نقطة؟ بعد 12 نقطة مثلاً؟ نعم، بعد إذا حصلت على 12 نقطة فسوف تستدعى إلى مكتب دائرة السير وتتكلم مع شخص يراجع السجل تبعك وينبهك أنه طريقة سواقتك للسيارة غير مرغوب فيها وهي غير آمنة لا لك ولا لعائلتك ولا للمواطن الآخر. فإذا استمرت هذه النموذج الغير مرغوب فيه في سياقة السيارة سوف يخبرونك أنك أنت غير لائق لسياقة السيارات، وحينما يخبرونك ذلك تحرم من الحصول أو يكون معك رخصة القيادة لثلاث شهور لثلاث شهور وممكن للستة وممكن للسنة.
وهناك بعض التجاوزات، مثلا شرب الكحول، السياقة الغير اللامبالاة، سوف تحصل على 6 نقاط مرة واحدة، وإذا تكررت هذه العملية فأنت تعتبر سائق غير آمن لسياقة السيارة على الشوارع العامة. بديش أنا أدخل في موضوع قديش نسبة الناس اللي عندهم هاي المشاكل في ولاية ميشيغان، لكن بعتقد أنهم كثيرين. خلينا، أنا كنت بدي أبحث معك من زمان موضوع هام وأساسي، اللي هو موضوع الوكالات الخاصة والعامة اللي بتيجي من الشرق الأوسط، ولأشخاص عرب أمريكيين وكلدان بدهم يعطوا وكالات لأصدقائهم أو لأفراد عائلاتهم بالعراق، الأردن، سوريا، فلسطين أو أي دولة من دول الشرق الأوسط. يجب على هذه الوكالة أن تذهب للسكرتيري أوف ستيت أو توقع أولا من نوتري بابليك اللي هو كاتب العدل، ومن ثم سكرتيري أوف ستيت، ويخصص مكتب أو مكتبين في المقاطعات الرئيسة الثلاثة اللي هي يا في ليفونيا أو على فان دايك 22 مايلز أند فان دايك السوبر سنترز. وبعدين لازم توقع من وزارة الخارجية الأمريكية الأثونتيكيشن ديبارتمنت، وهاي بتاخد شهر كامل لما تبعتها ورجعوا لك إياها. شو ضرورتها أنها تروح على واشنطن أو على فيرجينيا؟ المختصر بفهم الوكالة وضرورة التوقيع، سلسلة من التوقيع، لأن هذه الوثيقة سوف تستعمل في بلد خارج الولايات المتحدة. فالجهة المعنية بهذا الأمر حتى تتحقق إنه هذه الوكالة صادرة من الشخص المعني بالأمر، فلابد يجب أن يصادق عليها من عدة جهات حكومية أو مدنية، حتى يثبتوا أن هذا التوقيع هي توقيع رسمية وصحيحة. فالوكالة تبدأ بتوقيع بكتابة الوكالة والنص ما تنص عليه، ويجب أن يوقع صاحب الوكالة أمام كاتب العدل حتى يشهد أنه هذا الإنسان أو هذا الشخص الذي كتب هذه الوكالة هو الشخص، هو نفس الشخص الموقع على هذه الوثيقة. وثم تذهب إلى دائرة السير، دائرة السير تصادق على أن كاتب العدل هو شخص مأمون وشخص موثوق فيه وشخص مسجل مع الولاية، والولاية تعتمد توقيعه. نعم. وثم تذهب إلى واشنطن، تذهب الوثيقة إلى واشنطن، ووزارة الخارجية في واشنطن تصادق على أن توقيع السكرتير في ستيت هو توقيع موثق ومعتمد مع وزارة الخارجية الأمريكية. طب ليش يعني ما في ثقة في وزارة أو دائرة السير في ميشيغان أو في أي ولاية أخرى لاعتمادها كم يعني جهة نهائية في التصديق على هذه الوثيقة؟ شو الهدف يعني من وزارة الخارجية الأمريكية أنها توقع عليها؟ هل تطلب الحكومات العربية هذا الشرط مثلاً؟ نعم. أنها توقع من قبل الخارجية؟ نعم. مش يعني وزارة الخارجية الأمريكية اللي هي بتفرض هيك شروط؟ الشرط هو جاي من بعض الدول العربية. لأنه في بعض الدول العربية ما مش مطلوب من رعاياهم هون هم يوقعوها من قبل وزارة الخارجية، يكتفوا بالسكرتيرية. المفهوم بهذا الخصوص انه احنا في امريكا في منظومة الولايات وفي منظومة الدولة. في كثير من الدول العربية ما في منظومة الولايات. نعم. الدولة هي الحكومة المركزية. نعم. ففي بعض هذه الدول العربية تقول أن الولاية لا تمثل الحكومة الأمريكية. نعم. فيجب أن يكون تمثيل من الحكومة الأمريكية اللي هو يمثل بوزارة الخارجية. يعني إذا كان في نوع من التذمر من قبل الجالية، وأنا بعرف عشرات ربما مئات من أبناء الجالية الذين تذمرون من الفترة الزمنية، يعني شهر أو في أحيان كثيرة أكثر من شهر
المعاملة بتكون في واشنطن، وبكون الشخص اللي بده يعطي معاملة وكالة لأخوه أو موجود في الأردن أو في فلسطين بنتظر بفارغ الصبر أنه تحصل على المعاملة وينهي إجراءات بيع الأرض أو بيع البيت أو شراء بيت أو مهما كانت هذه الإجراءات المتطلبات، يعني مكلفة بشكل كبير جدا. هل هناك طريقة في التخفيف من حدة هذه المشاكل على عاتق أو على أصحاب هذه المعاملات؟ هل أستطيع مثلا أنا أعمل إشي حتى أخفف من هذه المسؤولية؟ للأسف على مستوى الولاية ليس هناك أي إجراءات، لأنه أنت لا تتعامل مع وزارة الخارجية في واشنطن. لكن على معرفتي أنه هناك بعض التسهيلات، إذا تدفع رسوم أكثر لاستعجال المعاملة وبعث مغلفات لترجيع المعاملة، وهيك بنعمل باستمرار تخفف أو تقلل وقت الانتظار. وهناك طبعا الإجراء الأخير أنه هو أن تذهب شخصيا إلى واشنطن خلال يومين أو ثلاثة بنفس اليوم. إذا تستطيع أن تذهب إلى مثلا إلى السفارة الأردنية قبل ساعة محددة في اليوم، وتستطيع أن تذهب إلى وزارة الخارجية. أعرف بعض الأشخاص استطاعوا أن يكملوا المعاملة بيوم واحد، بس طبعا راح تكلفك تكاليف السفر إلى واشنطن، وممكن مواضيع طويلة ومتشعبة. أوقات وبدها ساعات لتغطيتها بشكل كبير ووافي. لكن أنا يعني من خلال تواصلي مع الناس وخاصة القادمين الجدد لولاية ميشيغان، بشعر أنه في عندهم الكثير من التحديات والمشاكل كما ذكرنا في المقدمة، منها وربما من أهمها إضافة للهجرة ومعاملات الهجرة والتواصل مع دائرة الهجرة السكرتيري أوف ستيت، معاملة مع الاي ار اس اللي هي دائرة الضريبة، خاصة للشخص المهاجر أو اللاجئ الذي يأتي إلى ولاية ميشيغان تحديدا ويجد عمل، وتبدأ علاقته أو انخراطه الكلي في المجتمع الأمريكي من خلال العمل، من خلال تعبئة الضرائب. أراهم يتساءلون ويسألون باستمرار شو بتقترح علينا، وين نروح حتى نعبي الضريبة، ضريبة الدخل. ماذا تقترح عليهم؟ ماذا تقول؟ وما هي يعني المعلومة التي تساعد في توعية وتثقيف الناس على تسهيل أمورهم من هذه الناحية؟ هذا موضوع يهمني كثيرا، لأنه يعني كل إنسان في هذا البلد مرتبط أن يتعامل مع الاي ار اس. نعم. ويعني الدعامة الأساسية في هذا البلد هو إنه المواطن يدفع الضرائب إلى الحكومة. نعم. وهذه الضرائب يجب أن كل إنسان منا يدفع مساهمته بدفع الضرائب إلى الحكومة. نعم. وأنا بالسنوات الأخيرة يعني الاي ار اس لم يعد ذاك المؤسسة التي تخيف الناس، فأصبحت مؤسسة لها ذات طابع خدماتي للمواطن. في قوانين، وأنا أرتاح لهذا البلد، وأنا من الناس اللي أعيش هذه النعمة في هذا البلد. بلد قوانين وبلد يحترم الإنسان، وهناك منظومة ليس فيها تعسف. فالاي ار اس برغم القوانين الكثيرة والقوانين الدقيقة ودفع الضرائب بشكل عام، يعني معروف في مفهوم الاي ار اس انه الناس بشكل عام تحب ان توفر اكثر مبلغ ممكن، وهذا الشيء معقول ومنطقي. وهناك بقى كثير من الصلاحيات أو من القوانين أو من الامتيازات، الإنسان لما يعرف هذه الامتيازات يستطيع أن يخفض قيمة الضرائب المفروضة، وحتى
هناك بعض الامتيازات لا تتوجب أن تدفع، لا تتوجب على الشخص أن يدفع ضرائب، ولكن له امتيازات. نعم. مثلا الأشخاص الذين هم أصحاب الدخل القليل. نعم. وعندهم أطفال، فهناك ما يسمونه بعوائد للدخل المخفض، والذي تعود لبعض أشخاص بمبلغ يتجاوز 6,000 دولار. هناك امتيازات للعائلات الذي يذهب أولادها إلى الجامعات. هاي اقتطاعات يعني. اقتطاعات ليس اقتطاعات، لكن هذه امتيازات تدفع إليك، يعني كريدت. يعني حتى لو أنت، لو الشخص يملي القسيمة الضرائبية وليس عليه أن يدفع نوع من الضريبة، الحكومة استنادا على وضعك العائلي، هذا أهم شيء، الوضع العائلي، الأطفال، المدارس، التعليم، الصحة، وهذه تعطي للإنسان امتياز بأن الحكومة تعطيك مالا إضافيا ولا تأخذ منك ضرائب. طبعا لا أقدر أن أحدد تفاصيل كثيرة بهذا الموضوع، كل شخص بيختلف من شخص إلى آخر، ولكن المهم بموضوع الضرائب أن يكون الإنسان يكشف وضعه المالي بمصداقية، لأن هذه تريح الإنسان يتجنب المشاكل والتساؤلات مع الـIRS. وأريد أن ألفت انتباه النقطة مهمة في الضرائب، خاصة بالآخر سنتين، هو المسؤولية الذي يتحملها كل إنسان أن يثبت أن عنده تأمين صحي، إما عن طريق الشركة الذي يعمل فيها، عن طريق العمل، أو عن طريق السوشيال سيكوريتي، أو عن طريق البرامج العناية الصحية في الولاية، أو أن يشتري التأمين الصحي على حسابه الخاص. والأشخاص الذين لم يثبتوا أن عندهم تأمين صحي، فهذه السنة هناك غرامة 695 دولار لكل شخص في العائلة الذي لا يثبت أنه عنده تأمين صحي. نعم. وهذا الشيء مكلف، وهي أول سنة بيبدو تنفيذ مثل هذا القانون. كان السنة الماضية، بس السنة الماضية كان أقل، بس السنة هذه راح يكون 695 دولار للشخص، ويتجاوز حدود 2000 دولار للعائلة مهما كان عدد أفرادها يعني. نعم. يا للشخص الواحد 695. نعم. وللعائلة 2050 دولار. احنا كمان بدنا نتحدث أيضا، الوقت أدركنا والمعلومات كثيرة ومهمة وحيوية، لكن أيضا كنت بفكر أنه نتحدث معك عن السوشيال سيكوريتي، ارتباط كما تحدثت في بداية الحلقة، ارتباط دائرة الضمان الاجتماعي مع دائرة السير من ناحية كمبيوترايزد مع دائرة الهجرة. يعني هلأ صار أي واحد بيجي قادم جديد على الولايات المتحدة بعد حصوله على الكرت الأخضر، ترسل دائرة الضمان الاجتماعي السوشيال سيكوريتي له على البيت بدون ما يروح يقدم، لأنه بكون صارت هاي إجراءات جديدة نعم. في المطار، ويعني إحنا مشكورين لهاي تسهيلة المعاملات. لكن أريد أن ألفت انتباه لهذا الموضوع، أنه هذه مسؤولية كل فرد أنه يتأكد قبل أن يحضر إلى دائرة السير. أن يتأكد من تهجاية الحروف بالاسم على جميع الوثائق مطابق، لأن هاي تعتبر مسؤوليتك. نعم. وتأكد أنه اسمك على الجرين كارد، على جواز السفر، على كرت الضمان الاجتماعي متطابق، وإلا لا تقبل. نعم. وتاريخ الميلاد، ومن الأنسب إذا اكتشفت أنه هناك خطأ في تهجاية الحرف أو بعض الحروف بالاسم أو برقم في تاريخ الميلاد، أن تصلح هذه الوثيقة من الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة. نعم.
لأنه بالسكرتري أوف ستيت نحن أو كنا خارج مسؤولية تصليح الاسم، لأنه الاسم يجب أن يصلح من الدائرة التي أصدرت هذه الوثيقة. في كثير جدال على موضوع مين مفروض فيه أو مسؤوليته تصليح الاسم. يعني دائرة الهجرة بتحط اللوم على السوشيال سكيورتي، والسوشيال سكيورتي باستمرار بقول أنت غلطتك، أنت أعطيتنا الاسم هذا ولا نحط الاسم هذا، والاسم اللي موجود على الكارت تبع السوشيال سكيورتي يختلف كلية عن الاسم اللي على الجرين كارد أو على جواز السفر الأمريكي. لمين يذهب الواحد؟ أنا أعتمد الاسم الموجود على الجرين كارد، لأنه هذه الوثيقة هي أول وثيقة تصدر لهذا الشخص في أمريكا. والسوشيال سيكوريتي يعتمد الاسم بناء على الاسم من الجرين كارد. في حالات كثيرة بتكون دائرة الهجرة هي اللي بتغلط بالاسم. نعم. يعني أنت بتقدم لهم الاسم زي ما هو موجود بشهادة ميلادك، بجواز سفرك، بهويتك الشخصية، بعطوك إياه بيختلف. نعم. أو نعم. في حرف زيادة أو حرف ناقص، أنت بتقدم لدائرة الهجرة وبتطالبهم أنهم هم يصلحوا ولا لا؟ بشكل عام مثل ما ذكرت أنه تأكد أنه الاسم الموجود على الجرين كارد هو صحيح. نعم. يعني أنت الشخص الوحيد التي تستطيع أن تحدد أنه اسمك صحيح أو لا. إذا الاسم خطأ على الجرين كارد، نعم تريد أن تصل أن تعمل التصليح اللازم مع مكتب دائرة الهجرة. لكن في معظم الأحيان هو الاسم يكون خطأ على السوشيال سيكوريتي، أو السوشيال سيكوريتي يكون مطابق للاسم على الجرين كارد. وأنت المسؤول أن يعني يكون عندك القناعة إنه اسمك صحيح أو الاسم الصحيح مطابق للجواز السفر من البلد الذي حضرت منها. أفضل طريقة يمكن أنه بس تعبي الطلب بداية، إن كان مع السوشيال سيكوريتي أو مع دائرة الهجرة، أنك تقدمه بشكل صحيح وتسعى لتقديمه من خلال ناس بيفهموا فيه. نعم. القضايا وهي. نعم. الأمور. أنا بشكرك. لأنه الاسم إذا كان غير صحيح على إحدى هاي الوثائق لا يسبب يعني مشاكل لا كثير. تستطيع أن يعني تمرق بالخطوة الأولى هو بإثبات الوثائق. حتى إذا بدك تسافر من بلد لبلد مشكلة بالنسبة لك. أنا بشكرك جزيل الشكر أستاذ جوزيف حتر على هذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله بكون لنا لقاءات مستقبلية للحديث عن هذه المواضيع. وأنا يعني دائما بقدر جهودك أخ ويليام لإخلاصك وحب العطاء لهذه الجالية، وأنا لا أتقاعس أبدا إذا في مجال نقدم هذه الخدمات، لأنه إحنا مرقنا بهذه الظروف، وأنا بكون سعيد جدا أن نسهل المعاملة لإخوان إلنا حتى يمشوا طريقهم بهذا المجتمع الأمريكي. صحيح. أشكرك جزيل الشكر. أهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المشاهدين، شكرا لإصغائكم ومتابعتكم، وحتى ألتقي معكم في الأسبوع القادم، لكم مني ومن أسرة هذا البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم.